الراديو 90-90 هواها مصر. واحدة كلمتني أوف آير وبصراحة يعني مكالمة دمها زي العسل. تقول لي إيه بقى؟ تقول لي طبعا هي ما حبتش تدخل على الهواء. قالت لي بصي بقى، أنا تعرفت على راجل وقال لي إن هو منفصل، وبعد ما خلاني أحبه وطول الوقت بيسأل عليا وبيعملني كويس جدا وبيجيب لي هدايا ونخرج، بس أنا كان دايما بتلفتني حاجة إن نبقى قاعدين مع بعض يبقى حاطط التليفون على وشه، يجي له تليفونات كتيرة يطلع بره يتكلم، فكل ما كنت أسأله مين يقولي لا ده الشغل، لا ده كذا، ده صاحبي معرفش إيه، ما ينفعش، ده بابايا وبيكلمني ما ينفعش يلاقيني بره عشان مفروض إن أنا في الشغل. بتقولي قعدت ألاحظ فيه تصرفات غريبة، بس كان هو يعني كويس جدا معايا لغاية ما عدنا مع بعض 3-4 شهور لغاية ما خلاني بجد أحبه. وبعد كده اكتشفت إن مراته كلمتني وقالت لي على فكرة ده متجوز وأنا مراته ومخلف كذا وكذا وانت بتهدمي بيتي. بتقولي اتجننت، لان ازاي بيقدر يكذب كم الكذب ده كله، وازاي بيقدر يعمل كل الحوارات دي، وليه، وما دام متجوز ومراتك كويسه ليه بتعمل معايا كده. فبتقولي الانتقام بقى اللي انا انتقمته ان انا اتفقت انا ومراته عليه وادينا له درس عمره ما هينساه في حياته. فده برضو نوع من انواع الانتقام، انتقمت ان هو جرحها في مشاعرها وفي نفس الوقت جرح مراته، فهو الباشا بيلعب.